في مشاهير اكيد سميره اللي محضره معنا مشاهدينا فنانه متميزه في الساحه التشكيليه الوطنيه المغربيه فنانه عاشقه للالوان الباهته عن الحريه وعن الانطلاق انها الفنانه فاطمه الحجاجي حضره معنا مشاهدينا. مرحبا فاطمه الحجاجي، مرحبا بك صباحيه الدزان، اهلا بك. شكرا تلبيس الدواء، مرحبا بك صباحيه اليوم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. اهلا وسهلا، بارك الله فيك، منور بوجودكم. اهلا اختك. اذا فاطمه الحجاجي فنانه وفيه لنبض الغابه، وفيه للطبيعه اللي بديتي كتشتغلي عليها من بدايه مسارك الفني. كترسمي الغابه في كل الحالات ديالها، الفصول ديالها، الفرحه ديالها، الحزن ديالها، الاستغاثه ديالها، وحتى الهدوء ديالها. كذلك انت ام لايمان ونور وكنزه، عملتي لمده 24 سنه بشركه لونر. قررتي انك في 2005 انك تغادري العمل ديالك باش تفرغي تماما للفن اللي كتعشقي اللي هو الرسم. اول سؤال يمكن نوجهه لك لاله فاطمه الحجاجي، وكنرحب بك للمره الثانيه تبارك الله، لان الاعمال ديالك مميزه بزاف ومازال المشاهدين غادي يشاهدوها وغادي يكتشفوها معنا في صبيحه اليوم. كيفاش وصلتي لعالم الرسم؟ عالم الرسم انا كنت كيعجبني الرسم، كيعجبني الالوان، كيعجبني كل ما هو جميل. دوبي مون جون اج جي كومونسي ا بانتر، مي كنرسم شويه وعاود ما كنتش واخده المسائل بجديه. فكيفاش كانت اولى البدايات ديالك؟ كيعجبني سورتو لي كولور، اي كنستغلهم بون في اللباس ديالي، في الماكياج ديالي. مي لا بانتور خديتها رسميا، حتى بون ضروري كاينه الدراسه، كاين الزواج، كاين الاطفال. مي ابخي تفرغت زعما جديا انني نمشي في المسار ديالي الفني ونعطي الفن ديالي زعما وقته الكافي. Bien sûr, j'ai travaillé pendant 24 ans à l'ONEP après mes études. Après, j'ai eu la chance de faire le Mouradara Toua'iya. سي تو جيني ما بين الخدمه وما بين المسؤوليه ديال كزوجه وام وما بين لا بانتور. واحد الوقت صافي ملي جات الفرصه قلت بوكوا با زعما صافي ناخذ الديباك ديالي ونتفرغ تماما. اذا اشنو كيمثل لك الفن التشكيلي؟ واش هو احاسيس، عواطف، انشغالات ديال فاطمه الحجاجي؟ انا بالنسبه لي الفن التشكيلي سي اون ثيرابي افون تو، سورتو لا بانتور. لا بانتور افيك لو ستريس اللي كنعيشو، افيك المسؤوليه القويه اللي حنا كنا نساء وكنا كنعرفو شنو هي المسؤوليه في الحياه، سورتو لي فري مامون اي لي فري فام دو فوايي. سي با ايفيدون. دونك افيك تو سو ستريس لو روفوز سي لا بانتور. وانا بور موا سي ان بليزير بلوس كون باسيون اي سي اون ثيرابي. سميرة عجبها بزاف هذا على فكرة. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الكتالوج الاخر ديالها، هذا اللي كتشوف فيه سميرة الاخر، هذا اللي قدم منه. واش كنشوفوا يعني لي طابلو تقريبا كلهم لوحات فيها الطبيعه، فيها الوديان، فيها الاشجار. واش ممكن واحد النهار نشاهدوا لالا فاطمة الحجاجي غترسم من غير الطبيعه؟ لا رسمت غير الطبيعة في البداية ديالي، بديت بالفيجوراتيف اللي هو إلا بغيت تقول هي أول مدرسة. أولا أنا ما درتش مدرسة فنون تشكيلية، فنانة إسلامية، دونك سي باغ سي باغ باسيون. لا الناس ديالنا الفنون التشكيلية جوستومون. دونك سي بور سا كو ماشي ان ستيل زعما اللي امبوزي اللي قريته ولا هذا. دونك داكشي je le fais j'extériorise ce que j'ai à l'intérieur de chez moi. Mais هذا الوليو دابا مخيله ولا تزاوج؟ هذا هو السؤال ديالي. واش تمشي لعين مكان ولا مخيله؟ دي فوا ايماجينير، دي فوا كتكون شفتي شي منظر وبقى هذا وانت عاود كتشوفي. دونك بديت le figuratif bien sûr pour savoir comment jouer avec les couleurs, avec l'ombre, avec la lumière. D'accord. Après
ما حسيتش براسي مرتاحه قد ما حسيت براسي مرتاحه في الطبيعه بالخصوص في الغابه. انا ديجا عندي واحد طبعا كلوستروفوب وما كنقدرش الفوبيا هي من المواضيع اللي غادي نتناولوها ان شاء الله صباحيه بزاف الكلوستروفوب فورسا سي فوبيا من الاماكن المغلقه فوالا اذا لاحظتي في الاعمال ديالي دائما كتلقى لا لوميير زعما سي 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 لو مصدر الضوء الهواء ديالي. وأكيد أن عندك رسالة مثيرة لهذه الأعمال. بيان سور أو ديبي كنت خدمت على الطبيعة بكل جمالها في جميع الفصول في جميع الحالات زعما عطيت الطبيعة الجمالية اللي كتستحقها. ومن خلال هذا العمل كنت زعما كنبغي باسكو الفن كله راه رسالة كنبغي نوجه ميساج لجميع الناس اللي ما كيعتنيوش بالطبيعة وما كيعتنيوش بالغابة زعما بلي راه سي سورس دو في سي نوتر خلاو فيها تولي غير بحال هكا فوالا زعما فوق لا بيان اونتروتينيغ لا بيان لا سوفكاردي سي ان تريزور بيان سور اللي عطانا الله خصنا نحافظو عليه. باغ باردون في الاعمال الاخيرة ديالي عاود شويه نظرا لظروف نظرا لجامعه الربيع العربي جامعه كانت عندي بنتي غادرات مشات لكندا دونك كان واحد دائما الفنان تيتجاوب مع الاحاسيس المعرفه في حياتي خدمت على لا سوفرونس دو 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 لا فوري معاناة الغابة اكزاكتومون وكاين واحد يعني لالا فاطمة الحجاجي تتشخص الغابة في نفسها كإنسان تماما بالنسبة لي أنا لا سي لافال الغابات سي لافال.